الشرشال هلا تذكرت يوبا يوبا الثاني الشرشال هلا تذكرت يوبا ومن لقبوا عرشك القيصرية ومن مصروك ومن مصروك فنافست روما ومن مصروك فنافست روما وشرفت أقطارنا المغربية وباها بشرشال جنة عدن وزان حدائقها السندسية أما كان أول من خط رسما لوجه جزيرتنا العربية أما كان أول من خط رسما لوجه جزيرتنا العربية أما شاد يوبا بشرشال للعلم أول جامعة أثرية وهذا بوليوس كان طبيبا يدين له العلم بالعبقرية وأبدع في قصص الحيوان وأبدع في قصص الحيوان فأثر في القصص الأموية وكان الأفارق في منتداهم بروما يخصونه بالتحية وكان بوليوس قاضي روما وكان بوليوس قاضي روما ليمناه ترفع كل قضية شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر تله كالصلاة تسابيحه من حلال الجزائر.